مدينة طفس 28/11/2012. تصف عنيف على المدينة بالرشاشات الثقيلة. الله أكبر الله أكبر، هذه هي سحب الدخان تتصاعد من المدينة الآن جراء القصف المدفعي على المدينة. الله أكبر، مدينة طفس لليوم الثاني على التوالي، اشتباكات عنيفة بين أبطال الجيش الحر وكتائب الأسد. الله أكبر، الجيش الحر يقوم بالتصدي لكتائب الأسد الغاشمة.